الصلاة والسلام على خير من جاء الوجود. ولد الهدى فأضاءت البرية نورا. في ذكرى ميلاد نبينا الهادي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، تحتفل الأمتين العربية والإسلامية بذكرى ميلاد أشرف المرسلين، ليس احتفالا بميلاد وحسب، بل هو احتفال بقدوم خاتم الأنبياء وملهم البشرية جمعاء. احتفال مولد النبي هو خير احتفالات المسلمين أينما وجدوا، ففيه نحتذي بخلقه وسيرته العطرة. وكيف كان المعلم الذي أنزل عليه الرسالة؟ فهو الصادق الأمين، فقد كان خير خلق الله لبني البشر كي يهتدوا بهديه ويتبعوا سنته. اصطفاه الله من سائر عباده وأخصه ليكون حبيب الرحمن. فمنذ مولده إلى مماته كانت حياته رسالة تتبع إلى يوم الدين. عرف النبي الشريف بخلقه الرفيع وكلمته الحق، فوجب علينا في ذكرى ميلاده اتباع سنته بحسن الخلق وسماحة التعامل، كي يتعلم العالم ويعرف من هو سيد الخلق، ويخجل من لا يعرف أنه لولا وجود محمد لما عرف العالم الحرية والتحرر. فسلاما وصلاة كثيرا على خير خلق الله. مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري.